اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۖ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك يا الله يا رحمن يا رحيم. يا عليم يا حليم. يا عظيم يا حكيم. Ya kadim ya mukim ya kerim Subhanaka ya la ilaha illa enta al amanul aman khallisna minan Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum Ey her şeyin gerçek mabudu olan Allah Ey ayırt etmeden bütün mahlukatı rızıklandıran Rahman! Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahim! Ey her şeyi bilen Alim! Ey yumuşak muamele eden Halim! Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azim! Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakim! Ey varlığın başlangıcı olmayan kadim, ey her şeyi ayakta tutan mukim, ey iyilik ve ikramı bol olan kerim. Bütün kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا عظيم البركات يا غفير الخطيئات يا دافع البليات يا سامع الأسوات يا معطي المسؤولات Ya adem el sır ve el ya la ilahe illa ant el aman el aman, xallis Ey efendilerin efendisi, ey dualara cevap veren, ey iyiliklerin sahibi, ey dereceleri yükselten. Ey bereketleri büyük olan, ey hataları bağışlayan, ey belaları def eden, ey sesleri işiten, ey dilekleri veren, ey sır ve gizlilikleri bütün kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ يَا خَيْرَ الفَاصِلِينَ يَا خَيْرَ المُحْسِنِينَ سُبْحَانَكَ يَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَمَانُ الْأَمَانُ خَلِصْنَا مِنَ النَّارِ أيّ بَعْشْلِيَانَ لَرِنْ أَنْ Ey yardım edenlerin en hayırlısı, ey hükmedenlerin en hayırlısı, ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı, ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı, ey varislerin en hayırlısı, ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların en hayırlısı. Ey rızık verenlerin en hayırlısı, ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı, ey ihsan edenlerin en hayırlısı, bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok, eman ver bize, eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya men vel cemal. يا من له الملك والجلال يا من له القدره والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد المحال يا من هو شديد العقاب يا من هو سريع الحساب يا من هو عنده حسن الثواب Ya men huve indehû ummul kitâb Ya men huve yunşiûs sahâbet-i gâl Sübhâneke ya lâ ilâhe illâ entel emânul emân Kallisnâ minen Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi, ey büyük ve yüce olan, ey şiddetli azap sahibi olan, ey ikabı şiddetli olan, ey hesabı süratli gören, ey katında güzel mükafatı bulunan, ey katında ümmül kitap bulunan, ey rahmet yüklü bulutları yaratan, bütün kusurlardan münezzehsin. ساندان بشكا إله يوك، أمام verbزاء بزي جهنم دان كوتار. وأسألك بأسمائك يا حنان، يا منان يا ديان، يا غفران يا برهان، يا سلطان يا سبحان. Ya Mustağan, Ya Zelman ve Albayan, Ya Zel Aman, Subhanak Ya La ilahe illa Ant Amanu Aman, خلِسْ نَامِنَ النَّارِ. Allahım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannan! Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan! Ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyan! Ey bağışlanması bol olan Hufran! Ey kullarına yol gösteren Burhan! Ey gerçek saltanat sahibi Sultan! Ey bütün kusur ve noksanlı Han! Ey kendinden yardım istenen müstehan! ey nimet ve beyan sahibi, ey emniyet ve eman sahibi, bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok, eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya men tevâza'a küllü <laughs> şeyin li'azametihi, يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بامره يا من استقرت الارض باذنه يا من لا يعتدي على اهل مملكته سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار اي عظمتنا هاشين بوين ايدي Ey kudretine her şeyin teslim olduğu, ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu, ey heybetine her şeyin itaat ettiği, ey saltanatına karşı her şeyin inkiyat ettiği, ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı Ey emriyle göklerin ayakta durduğu, Ey izniyle yerin karar kıldığı, Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen, Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok, Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya gafiral hataya, Ya kâşif-el belaya, يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي الم- يا سامع الشكايا يا باعث السرايا يا مطلق الأسارى Subhanaka ya la ilahe illa anta al-amanu aman amân. Khalisna Ey hataları mağfiret eden Ey belaları kaldıran Ey ümitler kendisinde son bulan Ey ihsanı bol veren Ey hediyeleri geniş olan Ey mahlukata rızk veren, ey ölümlere karar veren, ey şikayetleri işiten, ey askerler gönderen, ey esirleri salı veren, bütün kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok. Eman ver bize, Eman ver bize bizi cehennemden kurtar. يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجد والسناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعمة يا ذا الفضل والآلاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار أي حمد وسنا صاحبي أي شرف ويجلك صاحبي أي فهير وبها صاحبي Ey ahd ve vefa sahibi, ey af ve rıza sahibi, ey iyilik ve bağış sahibi, ey kesin söz ve hüküm sahibi, ey izzet ve sonsuzluk sahibi, ey cömertlik ve nimetler veren, ey karşılıksız iyilik ve gizli nimet, bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ves'eluke bi esma'ike ya mani'u, ya dafi'u, ya nafi'u, ya sami'u, ya rafi'u, ya sani'u, ya şafi'u, ya cami'u, ya vasi'u, ya musi'u. Subhanak Ya La ilahe illa Ant Al-aman aman Halis <Sessizlik> Nar Allahım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan mani. Ey zararlı şeyleri ve manileri def eden dafi. Ey faydalı şeyleri yaratan nafi. Ey bütün sesleri işiten sami. Ey dilediklerinin mertebesini yükselten rafi. Ey her şeyi sanatla yaratan sani. Ey kullarına şefaat eden şafi. Ey istediğini istediği şekilde toplayan cami. Ey ilim ve ihsanı her şeyi içine alan vasi! Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran musi! Bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya sani'a kullu Mesnu. يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب ya melce'e kulli mazlum Sübhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman Hallisna minen nar Ey bütün sanatların sanatkarı Ey bütün mahlukatın yaratıcısı Ey bütün rızıklananların rızık vericisi Ey bütün sahip olunanların sahibi, Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı, Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindir, üzüntüye düşenlerin sevindiricisi, Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi, Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı, Ey bütün ayıpların ayıplarını örten. Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı, bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok, eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya Rabbel Alemin, cevşen kebir duası hürmetine bütün günahlarımızı bağışla, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan dolayı pişmanız, bu dua hürmetine ve bütün 99 esmayı Esmaül Hüsna isimlerin hürmetine bizleri bağışla. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasati haseneten ve qina azaben Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hesab. Rabbena tekabbel minna inneken semîul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريق الحق وإلى طريق المستقيم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين